رجعنا مشاهدينا بعد ما شفنا مع بعض لقطات فقرة طبيب روحك وتفكرت معاكم أحلى لحظات إن شاء الله باش تتعاود أكيد، وبديكور جديد وفريق إعداد جديد ومعلومات قيمة وموثوقة وبعض الفقرات اللي باش تزيد البرنامج تنزاد لبرنامجكم المفضل. باش نرجع معاكم توا ونتفكروا حلقة بصراحة بالنسبة لي كانت حلقة شيقة وأنا شخصياً ما حسيتش بالتعب فيها، وكانت المواد اللي فيها والجو والمعلومات المتنوعة اللي فيها خلت الحلقة سلسة وأكيد توصلنا بسرعة. أكيد عرفتوني علشان ندوي، أي مشاهدين أنا ندوي على حلقة الفيلر والبوتوكس والبلازما اللي تبعها الصغار والكبار، واللي عرفنا أن البوتوكس ليه علاجات تانية غير العلاجات التجميلية، والفيلر والبلازما أصبحوا علاج تجميلي والرقم واحد في العالم كله، وهذا اللي خلاني نستدعي واحد من أكبر الدكاترة والمختصين في هذا المجال، وكنا في حوار شيق معاه وأكيد تناولنا العديد من المواضيع الخاصة بالبوتوكس والفيلر والبلازما وكيف ممكن يحقن في مجموعة من المناطق في الجسم، بدون ما ننسوا أن الفيلر والبلازما اللي تنحقن في الوجه وفي كامل الجسم أيضا. خليكم معنا نتعرفوا على البيست أوف لحلقة الفيلر والبوتوكس والعلاجات التجميلية. فقبل كل شيء حابين نعرفه ونوضحه للمشاهدين، شن هو البوتوكس وشن هو الفيلر وشن الفرق بيناتهم؟ أول شيء شكرا كثير على الاستضافة هاي. بالنسبة للبوتوكس والفيلر طبعا هم مش حديثين كثير، هم من فترة طويلة موجودين، لكن بالفترة الأخيرة بدت استخداماتهم تتزايد يوم عن يوم. بالنسبة للفيلر والبوتوكس، أول شيء نحكي عن البوتوكس. البوتوكس هي مادة مصنعة مستخرجة من كذا من مادة معينة، هي عبارة عن بنقول بشو يعني ممكن تكون حاجة زي سم هذا بيعمل على شل العضلات، بيعمل شلل بالعضلات. فهل اليوم يعني من الطبيعي جدا كدكاترة أن تشوفوا البنات اللي صغار في العمر يستخدموا البوتوكس والفيلر، أو في حالات معينة بس هي اللي ممكن لازم تستخدموا وحالات لا؟ شوف بالنسبة لموضوع السن، السن ما بنقدرش نقول في سن معين ممكن نستخدم فيه الفيلر أو البوتوكس. أي. يعني مسموح إنه سن مثلا صغير يستخدم إذا هي محتاجة، إذا عندها مشكلة، إذا محتاجة تستخدم. لكن كلامك مظبوط، الآن أصبح هو كموضة. صحيح، هذا 100%. علشان كده ساعات في سيدات بيعملوا الحاجة هاي وهم مش كتير محتاجين. هنا بكون دور الطبيب يوجه الست هاي إذا أو كانت السيدة هاي أو البنت. طيب يعني أنا والله بجديات يعني دائما في شيء محيرني، نقول هي ممكن التجاعيد هذه الموجودة في الوجه يعني تعتبر طبيعية نوعا ما، لأنها بتعطي رياكشن وهي اللي ممكن من خلالها بنعبره عن طريق هذه العضلات وهذه التجاعيد. فاليوم يعني ممكن نبيك بس توضح معلومة للسيدات اللي يشوفوا فينا ومهوسين بهذا الجمال، يعني هل اليوم إن نشوفوا الوجوه اللي نشوفوا فيها على الانستغرام أو على النت بصفة عامة تشوفوا ممكن ماسك فيس يعني خالي تماما من التجاعيد، يعني هل هذا الطبيعي أو إن من الطبيعي أيضا يكون في تجاعيد وتكون ممكن تعطي نوع من الجمال أيضا؟ يعني كيف إن السيدة تقولك لا هذا التجاعيد محتاج إن يندار بوتوكس، أو هذا التجاعيد طبيعية ممكن تزيد جمال الوجه؟ هنا الطبيب أو أخصائي التجميل له دور كبير في الموضوع هذا. إذا بناخد الموضوع من ناحية طبية في له فرق، وإذا بناخده من ناحية تجارية له كلام تاني. حلو. علشان كده لما بنحقن البوتوكس بالذات هو اللي بيشتغل على عدم اللي هو إخفاء التعبير. أي. البوتوكس هو الأساس، الفيلر ما بيعمل الكلام ما يأثرش على ما التعبير. ما بيأثر على التعبير قد ما البوتوكس هو اللي بيأثر، يعني الزعل الفرح لا. البوتوكس اللي بيشتغل على العضلات، لأنه الفيلر زي ما قلنا ما بيشتغل على العضلات.